مزيك FM الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حظ. صباح الفل عتوانسة الكل، إن شاء الله نهاركم زين مليان بالخير والأحداث الإيجابية. صباحكم أحلى صباح. الحمل الظروف راهي تعاونك على الاستثمار والحظ حليفك زادة وين ما تكون، والفرصة قدامك لاتخاذ بعض القرارات. والثور يعيشك السعادة، حب زادة، عشقة مزيانة من زمان. الحقيقة والعلاقة راهي بين البينين، اليومك التحول المبارك، أجواء عاطفية ممتازة، وعلى قريب زادة عندك جديد. الجو زين هاير الحظوظ والمكاسب المتعدة. نحكي فلوس سي مراد، فما انسجام في علاقتك كيف زادة تتسهل بعض الأمور العائلية. والسرطان انفراج على الصعيد الشخصي وبشرة في الطريق. تعجبني زادة وقت تكون متفائل وأفكارك تكون إيجابية، وعلى قريب تعيش تطورات مهمة. الأسد المخ مشوش والتفكير الحاصل في الحبيب، وقيت راك تخمم شوية في المستقبل واللي فيه الخير إن شاء الله يا ربي يسهل فيه. العذراء يعيش استقرار بعد أيامات كانت صعيبة تعديت عليه. نهاير اليوم في برشا حظ وحظوظ ممتازة، يعيش جاذبية كبيرة. هو راهو كيف ما عودنا ما تبدل حتى شيء، فما حضور ملفت وبرشا راحة نفسية، فما توازن وثقة كبيرة في النفس. والميزان عنده مركز مهني جديد وخاصة مهم في ظل هالوضعية المالية اللي عايشها ومفاجأة تخلي نظرتك تتبدل زادة على برشا معطيات. العقرب تقدم في بعض الأعمال، فما إفاق جديدة ونجاح راهو من نصيبك. تتمتع زادة بأجواء مبروكة وباتصالات ناجحة على كافة المستويات. والقوس زادا يعيشك الحب وغرام جديد، والمستقبل يوعدك بارتباط ينسيك في اللي فات. نتعداو للجدي عنده مفاجأة تتقرب زادا المسافات، وعلى قريب سفرة لبلاد بعيدة، وإن شاء الله يا ربي عطلة سعيدة. نتعداو للدلو تتغير الأحوال وتعالج زادا بعض القضايا اللي تخص وضعيتك المهنية. الدلو القلب الحنين والطيبة من أهم صفات وشقال ريان. خاصية برج الدلو أكثر حاجة معروفة اللي هو اللي عنده مش ليه. أني لي ذبت الويل سهرت الليل ويا حلالي يا عيني. ونختموا مع الحوت، عرض مهني مهم، فما مكسب زادا كبير، والبشارة إن شاء الله يا ربي تكون من نصيبك.